ساعد مؤسسة الجيش على إنجاح عملية الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الديمقراطية. وهي دراسة منقسمة إلى نقاشات. حقيقة اليوم جامعة الشهيد أحمد زبانة غليزان تقوم بتنظيم هذا الملتقى الوطني الذي يعتبر الأول على مستوى الوطن في دراسة وتحليل دور المؤسسة العسكرية في الانتقال الديمقراطي حول الوضع الذي كان فيه في الجزائر، حيث شهدنا مقاربة جديدة في العلوم السياسية التي تتكلم حول العمل السياسي ما بين قوسين التي تقوم به المؤسسة العسكرية في الانتقال الديمقراطي ومحافظة على الشرعية الدستورية، حيث قامت المؤسسة العسكرية بمرافقة الحراك، حيث دعت دائما إلى التحلي وضبط النفس من جانب المتظاهرين مع الحفاظ على الشرعية الدستورية واحترام القانون. إذن حقيقة أردنا من خلال هذا الملتقى أن نثمن العمل الجبار الذي قامت به المؤسسة العسكرية في مرافقة أولا والحفاظ على سلمية الحراك الشعبي، وفي رفع أيضا مطالب الحراك الشعبي إلى السلطات الآن التي أرست قواعدها وأصبحت شرعية في معالجة هذه المطالب. إذن حقيقة أردنا أن ندرس هذه المسألة من نظرة أو مقاربة أولا نظرية فيما يخص دور المؤسسات ودور الجيوش في العالم، ثم دور المؤسسة العسكرية بصفة خاصة في الجزائر. وأعطينا في الأخير وصلنا إلى خلاصة أنه قدمت هذه المؤسسة عمل حقيقة لابد من تثمينه ولابد من الحفاظ على هذه المكتسبات للذهاب نحو جزائر أفضل في المستقبل القريب إن شاء الله.